حمص، حي الصفصافي، 26/9/2012. آثار الدمار الهائل. النجم عن القصف الصاروخي من قبل كتائب الأسد. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا مكان سقوط أحد براميل التي إن تي من الطيران المروحي. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه هي إحدى مدارس الأطفال في حمص القديمة. التي اعتاد التلاميذ أن يحضروا دروسهم في مثل هذا التاريخ من كل عام. مدرسة إشبيلية هذه تم استهدافها عدة مرات من قبل كتائب الأسد بمختلف أنواع الأسلحة. وهذه هي أصوات القصف. حسبنا الله ونعم الوكيل. يدعي النظام الأسدي أن الطلاب يقبلون على حضور إلى مدارسهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حمص، حي الصفصافي، 26/9/2012.